عزيزي اليوم يعني ليش كل ما نجيب الاطار التنسيقي؟ هي هاي حكومه يا عزيزي، الاطار التنسيقي ما له علاقه بوزاره الكهرباء، ما له. اذا الحكومه طالعه ولدت من منو؟ اذا يعني يا استاذ علي، اذا وزير الكهرباء يريد يقدم الاطار ما يخليه، او اذا رئيس الوزراء يريد يقدم ما يخليه الاطار التنسيقي. بالتالي يا عزيزي اليوم المحاسب الوزارات المعنيه بحماية الطاقة وتوليد الطاقة وإنتاجها، وزارة الكهرباء ووزارة الداخلية اللي هي مسؤولة، أو وزارة الدفاع من المسؤول على حماية الطاقة الكهربائية أو الأبراج، هي هو المسؤول على التفجير ومشاكل ذلك. طيب. بالتالي تحمل المسؤولية إلى الجهات المعنية. نتمنى أن لا تحدث في الأيام القليلة القادمة أو في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد مثل هكذا تخريب. أيه. لأنه البلد لا يتحمل. طيب. لا يتحمل الموضوع. ما ينحل بالتمنيات، أنا دائما أذكر هذا الشيء.